السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعتبر الزكام مرضا فيروسيا كثير الانتشار خاصة في فصل الشتاء، ويصيب الإنسان والحيوان على السواء. لفهم بعض آليات الاستجابة الموجهة ضد فيروس الزكام نقترح الدراسة التالية. تم تتبع تطور كل من فيروس الزكام واللمفاويات القاتلة LTC في جسم الشخص تعرض للإصابة بهذا الفيروس. تقدم الوثيقة النتائج المحصل عليها. 1- كيف يتطور عدد كل من فيروس الزكام واللمفاويات التائية TC القاتلة في جسم الشخص المصاب، يعني قبل اليوم الثاني وبعد اليوم الثالث؟ 2- كيف تفسر تطور عدد الفيروسات أيضا قبل اليوم الثاني وبعد اليوم الثالث؟ 3- استنتج طبيعة الاستجابة المناعية الموجهة ضد فيروس الزكام، علل إجابتك. نجيو الحل هذا التمرين المقترح. إذا قلنا هذا الشخص أصيب بفيروس الزكام، قلنا منحنى، هذا المنحنى يمثل عدد اللمفاويات TC، اللمفاويات تي القاتلة. سي هي سيتوتوكسيك. هذا المنحنى يمثل العدد في الجسم، يعني سواء عدد الفيروس فيروس الزكام ولا عدد اللمفاويات تي سي. سي يعني سيتوتوكسيك، السمية القاتلة، بدلالة الزمن. الآن قالنا كيف يتطور عدد كل من فيروس الزكام واللمفاوية القاتلة في جسم الشخص المصاب قبل اليوم الثاني، قبل اليوم هذا، وبعد اليوم الثالث. إذا قبل اليوم الثاني، إذا تلاحظ قبل اليوم الثاني هناك ارتفاع سريع في عدد فيروسات الزكام مباشرة بعد الإصابة، لكن بالنسبة لللمفاويات عدم وجود اللمفاويات في هذه الحالة قبل اليوم الثاني، غير موجودة اللمفاويات. الآن بعد اليوم الثالث تلاحظ بدأ ينخفض انخفاض تدريجي لفيروس الزكام إلى أن يختفي، بالمقابل ارتفاع عدد اللمفاويات LT. هذا فيما يخص السؤال الأول. 2- كيف تفسر تطور عدد الفيروسات قبل اليوم الثاني وبعد اليوم الثالث؟ إذا نلاحظ أنه قبل اليوم الثاني، هنا قبل اليوم الثاني غياب اللمفاوية التائية. إذا غياب اللمفاوية التائية سمح للفيروس بالتكاثر، يعني ارتفاع الخلايا المصابة بالفيروس، يعني زاد عدد الخلايا المصابة بالفيروس. لكن بعد اليوم الثالث لاحظ أنه زاد عدد اللمفاوية التائية، يعني تشكلت اللمفاوية التائية. إذا تشكلها قضى على الخلايا المصابة بالفيروس فتناقص عدد الفيروسات. قالنا استنتج طبيعة الاستجابة المناعية الموجهة ضد فيروس الزكام. بما أن القضاء تم بواسطة الخلايا اللمفاوية LT، إذن هنا هذه الاستجابة استجابة مناعية نوعية خلوية، يعني تمت بالخلايا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو ظهور هذه اللمفاوية التائية في هذه الاستجابة. نكتب الحل. قبل اليوم الثاني ارتفاع سريع في عدد فيروسات الزكام مباشرة بعد الإصابة، وعدم وجود اللمفاويات TCLT. بعد اليوم الثالث انخفاض تدريجي في عدد الفيروسات إلى أن تختفي، وارتفاع عدد اللمفاويات T في الجسم.
تفسير تطور الفيروسات. إذن قبل اليوم الثاني نلاحظ أو غياب ال تي سي سمح بتكاثر الفيروسات أو ارتفاع عدد الخلايا المصابة بالفيروس. بعد اليوم الثالث بعد تشكل ال تي سي تقضي على الخلايا المصابة بالفيروسات فيتناقص عدد هذه الأخيرة أو تقضي اللمفاويات على نوع الاستجابة استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلوية. التعليل لظهور اللمفاوية LTC.